محمد ياسين المنصوري مسؤول أمني مغربي وهو رئيس المخابرات الخارجية. كبر وسط أسرة مهتمة بالفقه والعلم وقرأ في المدرسة المولوية مع الأمير محمد بن الحسن أي الملك محمد السادس حاليا، وتقلد مناصب رفيعة وعنده سمعة طيبة وسط المثقفين والناشطين السياسيين. تزاد محمد المنصوري في 2 أبريل 1962 في مدينة بالجهد، وكان باه من فقهاء المغرب وقضاته، وفتح داره للعلماء وطالبي العلم. وكبر محمد ياسين المنصوري وسط هذه الأجواء اللي كتأكد بعض وسائل الإعلام أن هذه الأجواء اللي عاش فيها أثرت بشكل إيجابي في شخصيته. قرأ المنصوري مع الملك محمد السادس في المدرسة المولوية، أخذ الإجازة في الحقوق، أخذ كذلك دبلوم الدراسات العليا في القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، ودوز 16 في بداية التسعينيات في الشرطة الاتحادية الأمريكية. التحق محمد المنصوري بديوان وزير الداخلية السابق إدريس البصري اللي كان كيتعتبر رقم 2 في الحكم من بعد الملك الحسن الثاني، وكانت وزارة الداخلية في ذاك الوقت كيسميوها أم الوزارات. وساهم المنصوري في الإشراف على الانتخابات التشريعية في عهد الملك الحسن الثاني، وتم تعيينه في 1999 مدير ديال وكالة المغرب العربي للأنباء. في 2003 تولى المنصوري مهام والي مدير عام الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، ومن موراها بعام وبالضبط في أبريل 2004 عرف المسار المهني للمنصوري نقلة نوعية، بحيث ولى في واحد المنصب حساس وتم تعيينه مدير عام للدراسات والمستندات للمخابرات الخارجية، وهو أول رجل مدني كيتولى هذا المنصب الحساس بعد ما حصل على ثقة الملك محمد السادس، خصوصا أنه قرا معاه وكيعرف شخصيته مزيان. وتولى المنصوري هذا المنصب بعد ما دازت عام على تفجيرات 16 مايو 2003، واللي جعلت الدولة ترتب أوراقها وتعيد النظر في صياغة السياسة الأمنية للبلاد. ورغم الملفات الحساسة والكبيرة اللي كيشرف عليها، فإن المنصوري رجل الظل كيحقق نتائج جيدة في صمت، خصوصا أن المقربين منه كيوصفوه بأنه كيسمع أكثر مما يتكلم، وكتوصف الصحافة المنصوري بأنه العين التي لا تنام بالنظر للملفات المهمة اللي كيشرف عليها، وأنه قليل الكلام وما كيديرش تصريحات إعلامية وكيفضل يبقى بعيد على الأضواء، كما يعرف بأنه مهتم بقراءة الكتب وكيحرص حسب الصحف المغربية على متابعة الجديد الفكري والثقافي على المستوى العالمي. المنصوري عنده مكانة بين السياسيين المغاربة وكيحترموه نظرا لأنه مقابل شغله وما كيحاولش نهائيا يحتك بحتى شي واحد. ومن بين الأشياء اللي لفتت الانتباه عام 2017 وجود ياسين المنصوري ضمن الفريق اللي لعب بالطريق عودة المغرب للاتحاد الإفريقي من بعد ما غاب عليه من 1981، ورافق المنصوري وزير الخارجية المغربي حينها صالح الدين مزوار في تحركاتهم اللي زاروا فيها عدد من الدول الإفريقية لإقناعها بضرورة الدفاع على قرار المغرب بالعودة للاتحاد الإفريقي.